48 ساعة لغلق باب سلطة الانتخابات أمام المترشحين لرئاسية 12 ديسمبر، فالعملية الانتخابية دخلت مرحلة الربع ساعة الأخيرة، واكتملت تشكيلة المتنافسين على كرسي رئاسة بالوجوه المعروضة إلى حد الساعة في انتظار مرحلة الغربلة التي قد تحمل مفاجآت غير متوقعة باجتياز أسماء لم تكن في الحسبان ستدخل السباق. ما تحصل إليه الآن معلومات تقول بأن هناك حوالي 6 إلى 8 إلى 10 من المترشحين الذين تمكنوا أو سيتمكنون، لأن يوم السبت غدا سيكون يوم حاسم، هناك عدد من المترشحين يعني تحصلوا على المواد كي يقدموا استماراتهم. فأعتقد أن هذا العدد يكون حوالي 10-12 على أكثر تقدير. وبالنظر لتقارب حظوظ المترشحين من الأوزان الثقيلة واحتمال أن تكشف المرحلة الثانية بعد إيداع الملفات عن أوزان خفيفة ستكون في المواجهة، يؤكد مراقبون أن رئاسية 12 ديسمبر تبقى مفتوحة على جميع السيناريوهات. الفرضية الأولى ربما سيكون فيها سيتم الانتخاب في مهد ديسمبر، ولكن بمشاركة ضعيفة، وهذا ما يفقد الرئيس الذي سيتم انتخابه شرعيته. هناك كذلك احتمال أن يكون فيها حل توافقي والبحث على الرجل الذي يمكن التوفيق بين الجهات، بين السلطة القائمة والسلطة العمومية وكذلك الأحزاب والمعارضة. وهناك احتمال ثالث هو إلغاء هذه الانتخابات ببساطة وإعادة النظر جملة وتفصيل في هذه العملية الانتخابية. إذن نحو الجولة الثانية، وإلى ذلك يؤكد مراقبون للشأن السياسي أن رئاسية الجزائر هذه السنة أمام مرحلة جديدة مختلفة تماما عن الانتخابات السابقة.